بمناسبة شهر رمضان، تعالوا نروح الأزهر الشريف نشوف كبسولة دينية عنوانها محبة مني. هنستعرض فيها فضيلة من فضائل الإسلام اللي ممكن نستخدمها ونطبقها في حياتنا خصوصا في الشهر الكريم. كبسولة أول يوم رمضان هتكون تحت عنوان اللين. تعالوا نشوف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الشباب جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه طلب عجيب جدا. قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رخص لي في الزنا. طلب الصحابة تعجبت جدا، إزاي حد يطلب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب زي كده؟ والكل استنى يشوف رد فعل النبي هيعمل إيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاجئ الكل برد غريب جدا، وقام الولد وتبسم وقال له: أترضاه لأمك؟ الولد بفطرته قال لأ. أترضاه لأختك؟ برضو الشاب ورد وقال لأ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وحط إيده على صدر الولد على قلبه وقال: اللهم اهد هذا القلب واحصن هذا الفرج. الولد خرج من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وهو داخل أحب شيء لقلبه الزنا، وكان عايز النبي يرخص فيه. لما خرج الشاب ده من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر حاجة بيكرهها في حياته هي الزنا. الرفق اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس مهم جدا، ازاي نترجمه، مش بس ننصح بيه، لا، ازاي نترجم الرفق واللين في النصيحة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني نبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وازاي كان بيتصرف، نبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف إزاي كان بيتعامل مع الناس، إزاي كان بيتعامل في موقف صعب جداً. تخيلوا إحنا مثلاً لو حد قال لنا رخص لنا في الزنا، قول لي يا شيخ إن الزنا ده حلال، ممكن تكون ردة فعلي أجريسيف وصعب وإزاي تقول كده والكلام دوت، ولا هلتزم اللي قاله سيدنا النبي وامتثل من اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأتعلم من اللي قاله سيدنا النبي وعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلوب العالم كلها اتفتحت قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش قدر يمنع سيدنا النبي عن أنه يدخل القلوب، حتى قلوب الناس اللي امتنعوا أن يؤمنوا به. وكلنا عارفين قصة الوليد بن المغيرة لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عايز سيدنا النبي يتنازل عن أمر الدين وأنه هو ينسى الموضوع ده خالص، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدبه وأخلاقه خلى الوليد بن المغيرة لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قال لهم جملة عظيمة جدا: خلوا بين محمد وبين الناس، فوالله ما استطعتم أن تمنعوه عن قلوب الناس أبدا. لازم نتعلم الدرس، لأن اللين والرفق هما مفتاح قلوب الناس. لازم نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحقيقية. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.